Oh,
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق ومتتبعي الفرقة لأن يا كلان أركن سن النرسية أنا روينتيني أي زنون تشجيعات النون في الأراء النون في الأفكار النون في الدعم النون نبدأ السيد خن الله شلالات أزود قد أتجغ الأستاذ نغد الدكتور السيد الدريسي أداغي إفيد أكثر نغد دادي إشرح المتتبعين لدينا يا كلان. السيد الدريسي مرحبا بك. تفضل. مساء الخير. مش مساء الخير مشاهدينا عبر القناة الرسمية لفرقة شباب في الزويد العالمية. إذن نحن هنا تحت سماء أزود المنطقة الجميلة الخضراء التي ترحب بأبناء قلعة مكونة وأبناء حوض داس بصفة عامة. نقول للغائبين والحاضرين أهلا بكم في هذه الفقرة الفنية التي يعني استمتعنا بها رفقة الأيقونة المتجددة التي دائما تجدد الفن ودائما ترحل في كل مكان. أقول أيضا للجميع ها نحن تنقلنا إلى هذا المكان من أجل خلف وراءنا أطارا فنيا وأطارا تعاونيا وجمعويا للجميع. وأقول لجميع المتتبعين ها نحن نرافقكم عن بعد من أجل إيصال الرسالة الفنية ومن أزود إلى قلعة مكونة ونواحيها. نرحب بالجميع ونقول لكم أمسية فنية ماتعة بهية للجميع ونشكر جميع الفرقة وأيضا جميع التعاونيات. وأتمنى أن تتواصل هذه الرحلة الفنية الممتعة غدا وبعده في المناطق الأخرى وأيضا أن نستمتع جميعا باكتشافات أخرى لتعاونيات أخرى وأن يكون نوع من التنقل ونوع من الاستفادة وتحياتي. ونشكر رئيس الفرقة يوسف بلهوى الذي دائما بمثابة قدوة وقائد الفريق الذي يدافع عن على هذا الإرث الفني اللامادي الذي نفتخر به جميعا وأمسية سعيدة للجميع. شكرا. غير سي إدريس كتوضيح أنه يدخلنا يمشي لنا توضحهم ولكن رغس وضحهم أكثر أنه يدخل جولات جولة فنية استكشافية لتسمة التعاونيات يضرعاتها في لال يعني اختار تسمة الأماكن باش تدخل الجولة استكشافية. بالنسبة لهذه الزيارة الميدانية ليست فقط زيارة فنية أو زيارة من أجل الفرجة فقط ولكن هي نتيجة لنقاش يمتد لشهور ولسنتين ربما من الحوار والتواصل مع مختلف الجمعيات النسائية المنتجة التي دائما تحاول أن دائما يعني تضيف قيمة اقتصادية للواحة. إذن هذه الرحلة هي بمثابة بداية أيضا للنهوض بالعمل التعاوني لأن لدينا مجموعة من التعاونيات سواء في مجال الطبخ أو المجال يعني الفلاحي وتربية الماشية والحلويات وإلى غير ذلك. إذن نحن اليوم أمام صورة متكاملة للعمل النموذجي التنموي الواحي الذي نتمنى التوفيق للجميع وأن ينعكس أن تنعكس هذه الصورة على الواحة وأن نعطي درسا لأن هذا درس من دروس العمل التعاوني والجمعوي أيضا. صراحة أنا كنت الشرف خطر أنه باش تجي لي العقد من غير بطل كوني التعاونية من أجل ماذا؟ من أجل نرافق كوني كفرقة شباب تزويد العالمية أن نسولوني الإرث ديال الثقافة باش تحتفظ ولكن الشكر دايما تغل الأبدا للمتتبعين للبشاقنا من أمتركم أن تدعمني الثقافة. نعم بالنسبة للجمهور دائما كيبقى واحد الغنى. الجمهور دائما يميل إلى الفن ويميل إلى الإبداع ويميل إلى هذه الأمور التي تغذي الروح وتغذي العقل أيضا. إذن هذه الصورة المركبة بين ما هو جمعوي ما هو تعاوني ما هو فني وأيضا جمهوري يدل على أننا
مجتمع يجمع بين الأخضر والإنسان والثقافة والأرض والهوية. لذلك هذه هي حضارتنا وهذه هي صورتنا. شكرا سيدريس، شكرا لمتابعينا الدنيا كلها. نسميتي انا شبقه باش انفي اللايك.